حابب الأول أبدأ مع حضرتك، البطولة كان شكلها عامل إزاي والمنافسة كان شكلها عامل إزاي وخدنا الميدالية إزاي؟ والله الحمد لله ميداليات بقى طبعا الحمد لله الحمد لله البطولة المرة دي قوية جدا. بدأ الدول العربية بقى لها فترة تزاحم مصر جامد في المنافسة على مستوى حتى العالم، بدأ في أبطال عرب يظهروا بجانب أبطال مصريين يعني. الحمد لله كان في مشاركة كبيرة جدا المرة دي، كان في أكتر من 400 لاعب في البطولة ديت. الحمد لله احنا واخدين الميداليات بأرقام مميزة، مش أرقام يعني على قدنا يعني ولا قد البطولة العربية، لا الحمد لله أرقام كويسة جدا تعتبر على مستوى العالم محترمة يعني.